قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إن البحرين تعد واحدة من دول العالم الراعية للسلام والداعمة لكافة الجهود على المستوى الفردي أو الجماعي لنشر مبادئه وقيمه، كونها سمة أصيلة متجذرة في شعبها المتسامح. وأكد معاليه لدى تفضله برعاية حفل افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث لتطوير الذات الطريق إلى السلام الذي تنظمه جمعية البحرين للتأمل وتطوير الذات بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين بيت التجار، أن البحرين بفضل قيادتها الحكيمة أدركت منذ قديم الأزل أهمية إرساء السلام المجتمعي الذي يقود إلى مشاركة العالم في تحقيق السلام الدولي والعمل على رعايته وتطوير مفاهيمه بما يواكب متطلبات العصر، وذلك بهدف تحقيق الأمن والتنمية المستدامة للإنسان البحريني، لافتا معالي إلى أن ذلك النهج القويم والسياسة الحكيمة تنبعان من روح الشعب البحريني الأصيل المتسامح والمحب للسلام.